وبعدين يعني ما فيش حاجه اسمها مصر اصل بتروح كاس العالم اربع كل اربع سنين مره ولا كل 100 سنه مره ولا كل اربع دورات مره والكلام ده كله. ما احنا بنقول ان عندنا ما بنقول ان احنا عندنا مشاكل فنيه وكذا وكذا. وبعدين ما في نفس الوقت على الجانب الاخر ما في بعض الدول عمرها ما راحت كاس العالم وعندها حكام دائمين في كاس العالم. هي رواندا بتروح كاس العالم ولا جامبيا بتروح كاس العالم؟ كابتن بكاري جسامة اللي هو يعني بكاري جسامة بيروح لكاس العالم. فالحقيقة كابتن عصام كلام غير منطقي. أرجوك يا كابتن عصام اهدى شوية. الفترة اللي حضرتك سكت فيها أنا عارف إن أنت بتطلع تتكلم بالعند فينا، لكن والله يا كابتن عصام أقسم بالله أنا بحبك من قلبي بجد، ولكن أنا بحب عصام عبد الفتاح الشخص، وليا انتقادات كبيرة جدا وكثيرة جدا على أداء التحكيم المصري. يعني لما الكابتن عصام في الأول كان بيقول أنا هعمل وأطور وهنعمل وهنخلي وهنسوي كنت ببقى سعيد جدا جدا، لأن أنا عارف إن هذا الرجل يستطيع إن هو يعمل كده. دلوقتي كابتن عصام هذا التاريخ الكبير في التحكيم بيطلع يقول هي مش موجودة في القانون بس موجودة في روح القانون. موجودة مش موجودة في قانون يا إبراهيم لكن موجودة في روح القانون، هو قال كده امبارح. فده يخلينا أبقى حزين جدا 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 على اللي احنا بنسمعه. فيا كابتن عصام رفقا بالدوري العام المصري خلال الفترة القادمة، رفقا الحمد لله ان احنا عندنا لغاية يوم 30 مهمة وطنية، النادي الأهلي بالمناسبة يعني الثالثة على التوالي للتاريخ زي ما جمهور النادي الأهلي بيقول، الثالثة على التوالي للتاريخ. من فضل حضراتكم أقفوا، الكل يقف مع النادي الأهلي في كل شيء، حتى الجمهور اللي بيتكلم على السوشيال ميديا وبيقول الرحلات ومش عارف إيه والكلام ده كله، يا جماعة نوقف كل ده دلوقتي. كل دلوقتي المطلوب هو مساندة مجلس إدارة النادي الأهلي ومساندة لاعيبة النادي الأهلي، وانا عارف وثقتي كبيره جدا بال101 الف اللي حضراتكم شايفينهم دول. 101 الف مش 3-4 الاف، ده في كام ساعه؟ من ساعه بالظبط الثالثه على التوالي للتاريخ. هو ده الجمهور اللي احنا بنثق فيه، كل جمهور النادي الاهلي انا متاكد. شوف دلوقتي بعد ما نتكلم الكلمتين دول الثالثه على التوالي دي هتروح فين.